تطور لافت في العلاقات الصينية المصرية في المجال الزراعي، فمع زيادة الكميات المصدرة من الخضروات والفواكه خاصة الموالح للأسواق الصينية، تسعى بكين والقاهرة لتوسيع أفاق التعاون في التقنية الزراعية ونقل التكنولوجيا الصينية لمصر عن طريق استخدام تقنية الاستشعار عن بعد، بما يساعد في استخدام أنظمة الري الحديثة وتقنيات ترشيد استهلاك مياه الري وغيرها. الصين بامكانياتها العاليه جدا والتطور الرهيب اللي موجود في الزراعه، خصوصا الزراعه طبعا هي متطوره طبعا في مجالات كتيره. ده مكسب بالنسبه لنا، مكسب بالنسبه لنا، لان هنقدر ناخد منهم الجديد في العلم والجديد في نقطه كمان الاستشعار عن بعد والتقنيات بتاع الاستشعار عن بعد، وهم يعني متطورين جدا في النقطه دي قوي يعني. فتعاوننا معاهم في مجالات الزراعه ده هيفيدنا جدا ان احنا نقدر نصدر كميات من الخضار والفاكهة في الأوقات طبعا اللي مش موجود فيها المحاصيل دي موجودة هناك. الصين لديها خبرات واسعة في مجال استخدام تقنية الاستشعار عن بعد، وهي تقنية يمكن أن تستفيد منها مصر في دراسة المعادن وملوحة التربة والرطوبة ومعرفة أنواع المحاصيل المناسبة للأراضي الزراعية، مع تحديد الاحتياجات المائية وتشغيل نظم الري أوتوماتيكيا، وهي وسائل تؤدي لزيادة الإنتاج. استشارة عن بعد بيفيد في ان احنا نقدر نشوف مصادر المياه الجوفية، وفي اجهزة متقدمة في الاستشارة عن بعد بتحدد المياه العمق بتاعها وصلاحيتها حتى للري وخلافه، ودي حاجات النهاردة معهد بحوث الصحراء والمعاهد المتخصصة بتلجأ لها. يمكن استشارة عن بعد برضو بنقدر ان احنا في الزراعات الصحراوية بنقدر ان احنا نقدر نعرف المحصول هيتزرع امتى، هل يحتاج تسميد او لا، كله عن طريق الاستشعار عن بعد. وزارة الزراعة المصرية تحرص على استضافة خبراء من وزارة الزراعة الصينية لتدريب الباحثين بمركز البحوث الزراعية المصري على التقنيات المصرية في مجال العلوم والتكنولوجيا الزراعية وانظمة الزراعة والمياه. استفادة مصر من التكنولوجيا الصينية في مجال العلوم الزراعية من خلال استخدام تقنية الاستشعار عن بعد تسهم في زيادة الإنتاج، كما أنها تفتح آفاقا واسعة للتعاون بين الصين ومصر. مستجاب عبد الله، سجدنا العربية، القاهرة.